السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تزايد معاناة مرضى الفشل الكلوي أمام الإهمال الحكومي وعدم توفر الخدمات الطبية الأساسية. حذرت اللينة الدولية للصليب الأحمر من توقف مراكز الغسيل الكلوي المتبقية عن العمل جراء نقص الإمدادات وتوقف صرف مرتبات الطواقم الطبية في اليمن. وقالت اللجنة إن الضرر الذي طال قطاع الرعاية الصحية باليمن بلغ حدا جسيما نجم عنه حرمان ذوي الأمراض المزمنة من الحصول على الأدوية المنقذة للحياة. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد عدد الوفيات بالفشل الكلوي وصولا إلى 25% من إجمالي عدد المصابين بالمرض البالغ عددهم أكثر من 4400 مريض. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ مرضى الفشل الكلوي من الموت أمام اتساع مأساتهم؟ وهل تتمكن الجهات المحلية والمنظمات الدولية من احتواء الكارثة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. ليست الحرب وحدها من تسرق ملامح السعادة والحياة من وجوه هؤلاء، بل تضاف إلى يومياتهم مأساة أخرى تشكلت نتيجة الإهمال وعدم توفر الخدمات الطبية الأساسية. مرضى الكلى في اليمن وجه آخر لمعاناة لا يراد لها أن تحل، خاصة في مناطق الكثافة السكانية شمالا وغربا بعد أن أصبحت مراكز الغسيل المختلفة مهددة بالتوقف، إضافة إلى تلك التي توقفت منذ زمن. وفي الوقت الذي تصب فيه معظم المنظمات الدولية الطبية جل أعمالها في مكافحة الأوبئة المتفشية، يقف مرضى الكلى وحيدين دون اكتراث لوضعهم المتفاقم أمام خوف من مصيرهم المجهول وأمام إهمال محلي وآخر دولي في تقديم الخدمات الصحية لمعظم المناطق اليمنية. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عدد الوفيات بالفشل الكلوي بلغ 25% من إجمالي عدد المصابين بالمرض البالغ عددهم أكثر من 4400 مريض. رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت قال إن آلاف المرضى يواجهون شبح الموت ما لم يتم دعم مراكز الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن المراكز تفتقر إلى التمويل واستيراد المواد الخاصة والمعدات. مراكز الغسيل الكلوي تواجه صعوبات جمة بما في ذلك الافتقار إلى التمويل وقلة الدعم من الجهات المحلية والدولية، إضافة إلى القيود المفروضة على حركة المنظمات والمساعدات الطبية وهو ما يضاعف المأساة. تحديات كثيرة تواجه القطاع الصحي الذي أصيب بالشلل نتيجة الحرب الدائرة منذ 3 أعوام، وأمام هذه التحديات لا تزال مراكز الغسيل تكافح من أجل البقاء في واقع لا يدعو للتفاؤل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر من صنعاء. مرحبا بك أستاذ عدنان. مساء الخير أخي. مساء النور. أستاذ عدنان، حذرتم من كارثة لمرض الفشل الكلوي بعد أن ارتفع الأعداد إلى حوالي 4500 مريض، معظمهم يعني أيضا في العدد الكبير منهم يعني معرضون ومهددون بخطر الموت. هذه الجهود التي كنتم تبذلونها في الأيام السابقة وفي الشهور الماضية، ما الذي حدث حتى تعلنوا عن خطر يتهدد مرض الفشل الكلوي؟ في البداية للتوضيح للمستمع الكريم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تدخلها في هذا الجانب بشكل استثنائي، فكما يعلم الجميع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها أثناء النزاعات هو تقديم العون الطبي في مجال جراحة الحرب أو النزاعات، ولكن من منظور إنساني قامت اللجنة الدولية خلال العام الماضي بدعم 5 مراكز للفشل الكلوي من الغسيل الكلوي عفوا من أجل التخفيف من هذه المعاناة. يوم أمس كان هناك فعالية تبنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، وكان الهدف من هذه الفعالية هو تسليط الضوء على معاناة مرضى الفشل الكلوي، والهدف الثاني هو تحشيد ومناصرة هؤلاء المرضى وكذلك مراكز الغسيل الكلوي لتحصل على الدعم، ومن خلال دعم القطاع الصحي وكذلك المؤسسات الصحية لتقوم بدورها وتقديم الخدمة لهؤلاء المصابين.
الوضع الصحي في اليمن وخاصة النظام الصحي شبه منهار، لا يستطيع تقديم خدماته سواء لمرضى الفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض. حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهود المنظمات الأخرى دعم هذا القطاع الأساسي من خلال توفير الأدوية وكذلك المواد الجراحية، اللقاحات وغيرها من المساعدات اللي قدمت، ولكن هناك واقع حقيقي أن القطاع الصحي وغيره من القطاعات الخدمية تحتاج إلى ميزانية الدول، وما تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأخرى هو تقديم الدعم وجعل تلك المؤسسات تعمل ولو بالجزء اليسير. نعم. حاولنا من خلال تدخلاتنا في الفترة الماضية تخفيف المعاناة ولكن لا نستطيع إنها. لماذا؟ هل توقف الدعم بالنسبة للصليب الأحمر من أجل احتواء أي كارثة سواء للفشل الكلوي أو القطاعات الأخرى؟ دعمنا الأساسي أو الوظيفة الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر هي تقديم لجرحى الحروب والنزاعات، هذا هو الاختصاص الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن من منظور إنساني وكذلك التدخلات التي قامت سواء في مجال مرضى السكري أو الفشل الكلوي قامت بتقديم الدعم لخمسة مراكز وستستمر خلال هذا العام لدعم هذه الخمسة المراكز وكذلك تدرس دعم مراكز أخرى، ولكن الهدف الأساسي أن يكون هناك تحشيد ويكون هناك دعم حقيقي سواء من القطاع الخاص أو من الجمعيات الخيرية أو غيرها سواء على المستوى المحلي أو الدولي على أن تدعم القطاع الصحي وخاصة فيما يخص مرضى الفشل الكلوي لإبقاء تلك المراكز تقديم خدماتها لتلافي الوفيات، وكذلك كما يعلم الجميع أن مرضى الفشل الكلوي يحتاج بمعدل 4 جلسات أسبوعيا، الآن أغلب المراكز ومن خلال زيارة من بعضها أصبح المريض يأخذ جلستين يعني نصف الجلسات، ومع ذلك بعض المرضى لا يستطيعون، ومن بعض المراكز من إحصائيات المراكز أنه خلال العام الماضي توفي 150 مصاب بالفشل الكلوي لعدم قدرتهم على الحصول على تلك الجلسات. هذا ما جعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود يوم أمس من خلال مؤتمرهم دعوة أو مناصرة أو تحشيد الدعم للقطاع الصحي لدعم تلك المراكز. نعم، هذه المراكز أستاذ عدنان هي في أي محافظات التي فتحتموها وتعملون على دعمها؟ ندعم في حجة والمحويت وصنعاء وشبوة وعدن، وسيستمر دعمنا ندرس الآن خلال هذا العام إلى إضافة بعض المراكز لدعمنا، ولكن مهما كان للإنسان العارف بمرض الفشل الكلوي هو طبعا العدد هو 4400 مريض، لكن التكلفة لإبقائهم على قيد الحياة مكلفة جدا وتحتاج إلى جهود كبيرة جدا. نعم. نأمل أن يكون لنداءنا الذي أطلقناه يوم أمس له صدى، وسنستمر في تحشيد الجهد سواء على المستوى المحلي أو الدولي لدعم القطاع الصحي مباشرة لتقديم دعمه والعون لهذه المراكز وكذلك القطاع الصحي بشكل عام في اليمن. طيب تكرم البقاء معي أستاذ عدنان، نشرك معنا في الحديث من تعز الدكتور فهمي الحناني رئيس قسم الكلية الصناعية بمستشفى الثورة، مرحبا بك دكتور فهمي. أهلين سهلين وبضيفك الكريم الأستاذ عدنان. أهلا بك دكتور، كيف تمر الأمور في قسم الفشل الكلوي في تعز عندكم في المستشفى؟ أولا دعني أعلق على الكلام الذي قام به الأخ عدنان. بالنسبة لعدد حالات مرضى الفشل الكلوي في الجمهورية اليمنية في عام 2017 وصلت إلى أكثر من 5000 حالة مريض فشل كلوي. بالنسبة للوضع الذي نعانيه اليوم في مركز الكلية الصناعية بمستشفى الثورة، المرضى تموت وأكثر من 5 حالات توفت
منذ بداية شهر 2 حتى يومنا هذا، وكان هناك تجاهل كبير من جميع الجهات المعنية ومن المنظمات الدولية، مع أننا قمنا بمناشدة هذه المنظمات وقمنا بعمل نداء استغاثة قبل أكثر من 3 أشهر، وعملنا مذكرات خاصة بالمنظمات الدولية، الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلادي، لكن مع الأسف هذه المنظمات تكيل بمكيالين، تنظر إلى بعض الأقسام ولا تنظر للأهمية القصوى والمعاناة التي تعانيها بعض الأقسام الأخرى. فأنت تعرف لا فرق ما بين سقوط قبيسة على شخص أو توقف مواد غسيل كلوي. فمرضى الفشل الكلوي في مستشفى الثورة لم يتحصلوا على أي دعم من أي منظمة لمواد غسيل الكلى منذ بداية الحرب. ما تلقيناه فقط من مركز الملك سلمان في تاريخ 15/12/2017 هي 300 جلسة تغطي 4 أيام فقط. وفي بداية شهر 2 تلقينا أيضا ما يقارب 181 فلتر و300 موصل و600 إبرة غسيل و300 دبة محلول غسيل، هذه أيضا تغطي 4 أيام. هذا العدد لا يكفي حتى نغطي، لدينا المركز يستقبل 80 إلى 88 مريض يوميا. بلغت عدد الحالات المسجلة لدينا في المركز أكثر من 300 مريض فشل كلوي، فهؤلاء المرضى يذوقوا الأمرين كل يوم. المفروض أن المريض هذا يغسل مرتين في الأسبوع 4 ساعات على الأقل حتى يستطيع أن يتنفس ويأكل ويشرب غيره. نعم. من بقية الناس. نعم دكتور فهمي، ذكرت نقطة مهمة بأن المنظمات الدولية للأسف تكيل بمكيالين، ما الذي قصدته تكيل بمكيالين؟ يعني هل أنتم يعني تقصد مثلا في تعز خارج نطاق هذه الحسبة لا يصلكم أي دعم، أم ما هو المقصود يعني يكيلوا بمكيالين؟ دعني أكون صريحا معكم حتى لا أتحمل بظلم هؤلاء المرضى. نحن ناشدنا كل المنظمات منذ بداية شهر 7/2017، منذ ذلك اليوم لم نتلقى أي شيء، والبعض المراكز تتلقى الدعم ولم تقدم أي نداء استغاثة أو أي مطالبات، مع أن كل المنظمات الدولية تدعمهم. منظمة أطباء بلا حدود تدعم أكثر من مركز الجمهورية اليمنية، وتدعم أيضا في تعز في المستشفى الجمهوري، مع أن مستشفى الثورة لا يبعد عنه سوى كيلومترات تمام، لكن مع الأسف لا نعرف لماذا مستشفى الجمهورية في عدن تلقى 300 جلسة من مركز الملك سلمان في سين، أنا تلقيت نفس العدد، لكن بعد 3 أيام من تلقي مركز القياس الصناعي في مستشفى الثورة 300 جلسة، تم تزويد مركز الجمهورية في عدن ب 4500 جلسة. نحن لا نحسدهم، ولكن هناك مرضى تموت، لذلك نحن طالبنا وزارة الصحة، وتواصلت أنا شخصيا مع وكيل وزارة الصحة حتى يقوموا برصدنا بكمية إسعافية حتى نستطيع إنقاذ هؤلاء المرضى، ولكن مع الأسف ظل يراوغ في الكلام ولم يخرج بأي نتيجة. وحال الموضوع إلى الدكتورة سعاد المسؤولة المخازن الإقليمية في عدن، وظلينا نعاني ونناشد ولكن لا فائدة. الموضوع خطير جدا والمنظمات لا تبالي بهذا الموضوع. نعم طيب ابقى معي دكتور فهمي، اعود الى صنعاء مع المتحدث باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر الاستاذ عدنان حزام. استاذ عدنان، تعز خارج الحسبه اذا بالنسبه لكم انتم كداعمين لبعض المراكز للغسيل الكلوي في اليمن. اخي الكريم، كما قلت في البدايه لكل منظمه لها اختصاصات ولها جهودها الإنسانية أو لها نشاطها الإنساني. نعم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولدت من رحم الحرب، هي تقدم خدماتها لضحايا النزاعات المسلحة. هي ليست المؤسسة فقط تعنى بالجانب الطبي، ولكن في جانب الحماية في الإغاثة وكذلك المياه وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها، وتلك المساعدات التي قدمناها سواء في اليمن أو غيرها من مناطق الصراع في العالم. مع ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرصت من منظور إنساني بحت أن تقوم بدعم بعض المراكز، وهناك منظمات أخرى كما أشار ضيفك الكريم من أطباء بلا حدود تدعم بعض المراكز. وكان الهدف من لقاء يوم أمس أن يكون هناك تحشيد وأن يكون هناك رؤية لدى القطاع الصحي في كيفية الحصول على المساعدات وعلى الدعم لمراكز الغسيل الكلوي، ليس فقط في تعز أو صعدة أو صنعاء أو حجة أو عدن، في جميع المراكز التي تعمل. وهناك حسب الإحصائيات، لكي لا أكون
ليكون واضحا في هذا الجانب. هناك احصائيات ما وصلناه هو 4400 جريح و400 مريض بهذا المرض. نعم نعم. وما يخص المراكز هناك 32 مركز حسب الاحصائيات التي وصلتنا ان هناك 4 من تلك المراكز توقفت. هناك 28 مركز الان يعمل ولكن بجهد ليس كما هو مطلوب. نتمنى بندائنا الذي اطلقناه يوم امس ان يكون هناك تحشيد ودعم اكبر يغطي جميع المراكز في نعم. جميع انحاء الجمهوريه. سنعمل خلال هذا العام الى الاستمرار في تحشيد وكذلك الدعوه سواء للمنظمات الموجوده او رجال المال والاعمال في اليمن او غيره من ان يدعموا هذا المراكز. نعم. استاذ عدنان، كما تعلم كان هناك نداء من قبل ستيفن دوغاريك يعني مندوب الامم المتحده للعمل الاغاثي والانساني في اليمن، وطالب فيها بما يقارب من 3 إلى 3.5 مليار من اجل العمل الانساني والاغاثي في اليمن. هذه الحملة التي أطلقها وأطلقتها الأمم المتحدة، هل لها من صدى أو على الأقل مؤشرات بأنه سيصلكم دعم خلال الفترة المقبلة؟ هذا ما يخص منظمة الأمم المتحدة وكذلك وكالات الخدمية وغيرها من 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 وكالاتها الإنسانية. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنا إذا أنتم منفصلون عن هذه. نعم، يعني أنتم قطاع آخر منفصل عن الأمم المتحدة يعني. نعم نعم، ولكن ما أستطيع أن أقول لك أنه خلال العام الماضي حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال ما استطعت أن تقدمه وكذلك من خلال الدعم البسيط أن تساعد 4 مليون يمني كان في مجملها في مجال المياه. وكما تعرف ان ما حدث من جائحه وباء الكوليرا كان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر صحيح في هذا الجانب غيرها من المنظمات الاخرى في السيطره على هذا الوباء الذي نامل ان لا يعود. ولكن مع رغم ما نراه نتمنى ان لا يعود لان هناك مؤشرات على عودته نتيجه لضعف خدمات تقديم المياه نعم. النظيفة. فنتمنى أن لا تحمل المنظمات الإنسانية عبء أكثر مما هي عليه. ربما أنتم الشيء ربما أنتم الجهة الوحيدة التي بقت فيها أمل للناس أستاذ عدنان، وهي المنظمات الدولية، ويعول الفقراء والمساكين والمعوزين في الداخل والمرضى عليكم وعلى الجهود التي تقومون بها. سؤال أخير فقط أستاذ عدنان، مراكزكم الخمسة التي ذكرتها في حجة وفي الحديدة وصنعاء والمحويت وغيرها، هل هي تعمل بصورة اعتيادية وطبيعية وأنتم موفرون كل الاحتياجات فيها؟ لا أقول أن احنا تعمل بصورة اعتيادية، ولكن نقدم لها الدعم بحيث أنها تقوم بتقديم خدماتها ولو حتى بالحد الأدنى. فمثل هذه المراكز تحتاج إلى قدرات كبيرة جدا. يمكن الدكتور وضيفك الكريم يعرف ما معنى أن يكون هناك تشغيل مراكز غسيل نعم. الكلى تحتاج إلى ميزانية عالية وكذلك إلى حتى هناك نتيجة لعدم دفع الرواتب بعض المراكز أغلقت لأنه لا يوجد الكادر الذي يشغلها. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام، كنت معنا من صنعاء. وعودة إلى تعز مع الدكتور فهمي الحناني رئيس قسم الكلية الصناعية في تعز. دكتور فهمي، إذن أمام هذا الاحتياج الكبير وازدياد أعداد المرضى سواء في تعز أو بقية المحافظات الأخرى، برأيك من المعني بالدرجة الأولى لتوفير احتياجات ومستلزمات هؤلاء المرضى؟ أخي بشير، نحن نحمل الحكومة الشرعية المسؤولية الأولى تجاه هؤلاء المرضى. يجب عليهم أن يقوموا بسرعة إنقاذ 300 مريض فشل كلوي من الموت. نحن لا ننتظر الحشد الذي يتكلم عليه الأخ عدنان. نحن في وضع طارئ جدا. نفذت مواد غسيل الكلى من تاريخ 1/2/2018 توفى 5 حالات وأمس توفت السادسة. نحن لم ننتظر حتى يموت كل المرضى هناك. نحن نسمع عن قصر جوي، عن قصر بري، إغاثات بمليار ونصف دولار. نسمع عن منظمات تدعم هنا وهناك، تدعم بالماء، تدعم بالحاجات التي لا أراها مهمة بقدر ما هو مهم أن تزود
هذه المراكز في المواد الغسيل الهامة وبالعلاجات اللازمة. نحن نعمل منذ سنة بدون أي مرتبات، لكن لا نستطيع تقديم الخدمة لهؤلاء المرضى دون مواد غسيل، لذلك الوضع أصبح خطير جدا. ناشدنا وزارة الصحة، ناشدنا مركز الملك سلمان، وهنا الآن نقدم لهم مناشدة أخيرة بسرعة إنقاذهم قبل أن يفقدوهم. هؤلاء المرضى في ذمتهم. منظمة الصليب الأحمر المفروض كان إذا كان هو ينوي أن يقوم بعملية دعم، فبدل من أن يدعم بأربعة أو خمسمائة جلسة كان يكفي أن يدعم بألفين جلسة حتى ننقذ حياة المرضى ويتم عمل حلول مستقبلية لهذه الحادثة الكارثية التي لن نستطيع أن نقدم لهم أي شيء إذا لم يتم تدخل سريع من الجهات المعنية وفورا. نحن اليوم متوقفين ويوم أمس متوقفين عن الغسيل، وغدا سوف نتوقف عن الغسيل، ولا أدري ما الذي يحدث. هؤلاء المرضى يتنفسون ويأكلون ويشربون كما سبق هو عن طريق الغسيل، إذا لم يتوفر هذا الغسيل فالوضع كارثي جدا ولا نستطيع أن نعمل أي شيء. نعم دكتور فهمي، تكرم بالبقاء معي. نشرك معنا في الحديث من صنعاء الناشطة الحقوقية أماني المقطري، مرحبا بك أماني. أهلا بك أخي بشير. مرحبا بك أماني. كيف تمر أوضاع مرضى الفشل الكلوي في صنعاء وأنت تتابعي هذا الملف؟ نعم، لقد فاق مع استمرار الحرب من تردي الوضع الصحي في اليمن بشكل عام وعلى مرضى الفشل الكلوي على نحو خاص، حتى ارتفع حالات الوفاة في الأسبوع الواحد من 3 إلى 4 حالات بسبب نقص ساعات الجلسات المقرر عملها لكل مريض مصاب بالفشل الكلوي، ويواجه مرضى الفشل الكلوي صعوبات كثيرة وتتفاقم هذه الصعوبات على نحو متسارع كل يوم جراء الظروف القاهرة التي تفرضها الحرب على اليمنيين، ويعاني الكثير من المرضى القادمين من مناطق أخرى في العجز من الوصول إلى مراكز الغسيل بسبب عدم القدرة على دفع أجور التنقل أو السكن في مناطق مجاورة للمستشفيات، وبينما الكثير من المرضى يفترشون الأرض في المراكز في حين يعاني البعض منهم من تورمات في أجسادهم بسبب انخفاض مراقبة نسبة الكالسيوم والفوسفور وهرمون الغدة الدرقية في الدم. نعم أماني. الآخر أيضا يعاني من قصور. نعم. نعم أكملي. بينما يعاني البعض الآخر من قصور كلوي حاد ولا تحتمل حالة المريض أي قصور في الرعاية والعلاج. نعم. وفي حالة تعرض المريض للقصور في الرعاية فإنه بذلك يتعرض للموت. نعم. طيب أماني، الآن المراكز التي لا زالت تعمل في صنعاء وتقدم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي ما هي؟ ومن خلال اطلاعك أيضا ما هي أبرز الاحتياجات التي يطلبونها؟ نعم، لا زالت مستشفى الثورة والجمهوري والعسكري تعمل حتى الآن، ولكن بإمكانيات شحيحة جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والحصار الخانق المفروض عليها بسبب منع دخول المساعدات الدوائية. يعني تعتبر مستشفى الثورة والجمهوري في العاصمة الأكبر من حيث استيعاب المرضى الذين يتوافدون صوبهما من كافة المحافظات اليمنية. تعاني هذه المراكز من إمكانيات شحيحة مالية جدا بسبب نقص المواد التشغيلية، كذلك نقص الطاقم الطبي كذلك. نعم. وقد وجهت مستشفى الثورة العام نداء استغاثة لكل المنظمات الإنسانية ورجال الأعمال والمال لإنقاذ مراكز الغسيل الكلوي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعاني من نقص حاد. نعم. فيها. شكرا جزيلا لك يا الناشطة الحقوقية أماني المقطري، كنت معنا من صنعاء. وعودة أخيرة للدكتور فهمي الحناني. دكتور فهمي، إذن أنتم في مستشفى الثورة وفي تعز بشكل عام، كيف يعني تستطيعون توفير ولو أدنى يعني الأدوات التشغيلية لهؤلاء المرضى وتقديم ما بوسعكم؟ من أين تصلكم هذه المواد، هذا الدعم، وما هو الخطر الذي يتهددكم في قادم الأيام إذا لم تتدارك المشكلة ويتم دعمكم كما تحدثت في بداية كلامك؟ نحن من بداية الحرب طبعا كنا نقوم بتزويد المركز بمواد الغسيل الكلى عن طريق الشركة التي تعاقدت معها الهيئة قبل الحرب، وقاموا مشكورين
في الوقوف مع هذا المركز وتزويدهم بجلسة الغسيل، حتى وصلت المدينة أكثر من 650 ألف يورو بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية في الهيئة. إدارة المستشفى قامت بجادة ومشكورة بمتابعة كل الجهات المعنية، متابعة الحكومة، متابعة الوزارة، حتى يستمر العمل في المركز، لكن مع الأسف نفذت هذه المواد الغسيل ولجئنا إلى فاعل خيل ورجال الأعمال حتى يقوموا بدعم هذا المركز، وقفوا مشكورين تمام بدعم المركز بالمياه وبالمشتقات النفطية وبعض جلسات الغسيل، ولكن هذا لا يكفي. هذه المراكز تحتاج إلى دعم بشكل منتظم وحتى تستقر حالة المرضى وحتى نستطيع تقديم الخدمة بشكل ممتاز وبنفس الوقت حتى تتضاعف الحالات وتدخل في مخاطر لا يحمل أطنها. ولكن هذا الموضوع أصبح عند الجهات المعنية لا يوجد أي اهتمام كذا صحيح العبارة. وحتى نكون صادقين، كل المنظمات تجاهلت، وزارة الصحة تجاهلت هذا الموضوع، الحكومة الشرعية لم تعير هذا الموضوع أي اهتمام، ناشدنا أكثر من مرة حتى سمعنا القاضي والداني ولكن لا مجيب. نحن الآن في أمس الحاجة لمواد الغسيل الكلوي ونطلب من الجهات المعنية ونطلب من المنظمات الدولية ومن رجال الأعمال ومن مركز الملك سلمان أن ينقذوا هؤلاء الناس حتى نستطيع تقديم الخدمة. نحن ما نحتاجه الآن هو مواد غسيل كلوي، لا نحتاج إلى العلاجات البسيطة. العلاجات البسيطة الآن المريض يستقدها جدا، لكن عن طريق فاعلين الخير الموجودين في المحافظة نستطيع أن نسأل في كل مرة وأخرى على هذه العلاجات ويقوم بتوفير بعضها، لكن المواد الأساسية لن نستطيع تقديمها حيث هي بأسعار مكلفة تصل سعر الجلسة الواحدة إلى 45 دولار. نحن الآن في أمس الحاجة، أقل شيء الآن إلى 180 ألف دولار لإنقاذ هؤلاء المرضى بمواد تكفي لمدة شهر، ومن بعدها نبدأ بعمل خطط لتفادي هذه المشكلة مستقبلا. إذا تأخرت هذه الحلول فلا أدري ما هي الكارثة وما هي نتائجها في المستقبل. المرضى تموت وهم يناشدون كل الجهات المعنية، لكن التواصل الذي حصلت في عام 2017 لا نريد أن يتكرر. نعم. المحافظ الجديد مشكورا في التواصل معنا من أجل إيجاد حلول، لكن على أرض الواقع لم يصلنا حتى الآن أي شيء. نعم. لذلك نريد المساهمة في أسرع وقت ممكن. نتمنى دكتور فهمي أن يصل صوتك ويصل صوت جميع مرضى الفشل الكلوي الذين يتعرضون ويهددهم خطر الموت بسبب نقص المحاليل والمستلزمات الخاصة بهم في جميع مراكز الكلى في تعز وفي اليمن بشكل عام. شكرا جزيلا لك الدكتور فهمي الحلني، رئيس قسم الكلية الصناعية بمستشفى الثورة بتعز، والشكر أيضا للناشطة الحقوقية أماني المقطري كانت من صنعاء، وكذلك للمتحدث باسم الصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.